سواء حتى في السي تي على فكره، سواء سي تي سواء الام ار اي مش سهل انها تتشاف. فاساس عامه الاساس الانتربريتيشن بتاعنا هو هيبقى مبني على الكلينيكال برزنتيشن، ودي الستيشنز ليها او يجي في بالنا ان احنا عايزين نصور العيان عشان عنده بريدومينانت فيشال ويكنس، وانا عايز اعرف سبب الفيشال ويكنس ده. المفروض بطبيعه الحال ان التفرقه ما بين السوبر نيو الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون شود بي ستريت فورورد في 99% من الحالات. في حاجه تيجي ابر موتور وتبقى اسمها ميميكنج لور موتور، اللي هي بتبقى قريبه من التمبرال لوب وتعرف الفرق فيها. طبعا انتوا المفروض دي برضو عارفينها كويس، ان تعرف الفرق ما بين دوت ودوت ازاي، ان يحصل حاجه اسمها ديسوشيتد فيشال ويكنس. ديسوشيتد فيشال ويكنس ان العيان فولنتري يعرف ما يعرفش يضحك، وانفولنتري لما يجي يضحكه مثلا او حصل حاجه اسوشيتد المفروض انه يعني يحصل ايموشنال رياكشن على وشه، فالايموشنال فايبرز تشتغل انما الفولنتري فايبرز مش قادره انها تقوم بالدور. طبعا اللي هو ايه، في اللي هو الاختبار المشهور اللي هو ايه، انت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ عاده ده ما بيبقاش الفيشل بتاع العيان، ده بيبقى الفيشل بتاع زميلك عشان بيضحك عليه، عشان ده سؤال خايف جدا ما بيضحكش العيان يعني. فالمهم يعني فهو ايه، ممكن حاجه اسوشيتيف دي بالضروره مثلا وهو نايم على السرير وبيجي يعدل نفسه، الرياكشن اللي بيطلع على وشه ده اسمه برده اسوشيتيف. المهم لما يحصل ما بينهم ديسوشيشن، ده علامه من علامات الابر موتور، ودي الحاله الوحيده اللي ممكن يبقى فيها قصة اللي هي الميميكينج لور موتور نيورون ابر موتور بس جاي ميميكينج لور موتور. فده قصة سوبرا نيوكلير يعني. فده اساسه. هبص فين؟ انا هبص طبعا فوق على البرين او على التراكت، بس الميميكينج لو الميميكينج لور موتور ده عاده هتلاقيه في المنطقه بتاعه الاوبيركولم بتاعه التمبرال لوب. احنا اتكلمنا عن الحته دي كتير في الفيديوهات اللي في الاول خالص، في تاني يمكن فيديو ولا حاجه، لما كنا بنتكلم على التمبرال لوب وعلى المنطقه بتاعه اللانجوج. الحتت الصغيره دي على فكره ممكن ليجن صغير قوي كده انسولار ولا تمبرال ممكن يعمل ديسوشيتد فيشال ويكنس. لو انا بفكر فيه هبص على المنطقه دي. تراكت البيراميدال تراكت عاده بيجي يعني ما بيبقاش قصته ما بيبقاش جاي بس الميميكينج لور موتور، لا هيبقى بيراميدال بقى ابر موتور فيشال واضح ومعايا بقيه البيراميدال ساينز بعضها او كلها يعني. طيب النيوكلير او الفاسيكولار ريجن، الاثنين فاسيكل دي اللي هو نيرف بعد ما خرج من النيوكليس ولسه في طريقه جوه البرين ستيم عشان على ما يطلع بره، دي اسمها فاسيكل نيوكلير او فاسيكل ريجن. بيتعاملوا معامله واحده. لما يخرج بقى هو بيخرج تمام يا جماعة. طيب ستارت شير. يس كده الصورة باينة. تمام هو الشاشة شغال. تمام تمام كويس خالص. خلاص احنا كنا بنتكلم سريعا، احنا كنا بنتكلم على ان الكلينيكال فيشال ويكنس اللي هو احنا كلمنا انه لو ابر موتور ميميكنج لور موتور، ده عاده هتلاقيه يعني ده الليجن ده انت هتبص عليه فوق في البرين تمبرال او انسولر، وممكن يبقى ليجن صغير وتفرقه بالديسوشيتد فيشال ويكنس بتاع الكلينيكال يعني. النيوكلير والفاسيكولر يعتبروا بيعاملوا معامله واحده. النيرف فاسيكل بتاعت سبعه ماشيه من البوستيرور يعني ماشيه مسافه طويله جوه البرين ستيم من ورا خالص، لان الموتور نيوكليس بوستيرور قريبه من الفورس فنتريكل وبيطلع انتيرو لاترال، فبتطلع فماشيه تريك طويل جوه البونز او جوه البونتوميدالي جانكشن. فالاثنين بيعاملوا معامله واحده. بعد ما بيطلع في سيسترن مشهوره قوي اسمها سي بي انجل، واسعه وكبيره طبعا، لان هو كل ما له علاقه بالميدل سيريبيلر كرانكل والسيريبيلم من ناحيه ومن الناحيه الثانيه البون، كل دي على طول كاتس كتيره قوي كده، هي دي اسمها سي بي انجل. منطقه واسعه اصلا من السي اس اف، وممكن يبقى فيها انفولفمنت لباثولوجيز كتير زي ما نشوف النهارده يعني. وبعدين يقوم داخل الانترنال اوديتوري كانال زي ما احنا فاكرين، الانترنال اوديتوري كانال يدخل مع 8 وبعدين يقعد يخرم فريقه جوه كانالز جوه البون في بتوين الانترنال اير في الاول، وبعدين يقوم داخل ماشي ان ريليشن للميدل اير، وبعدين يخرج ورا. التفاصيل دي مهمة، بيخرج ورا الماستويد وبعدين لو بيخرج من
من فورامين اسمها ستايلوماستويد فورامين يخرج جوه السبستانس بتاعت الباروتيد ويقوم مطلع التيرمينال البرانشز بتاعته. في تفاصيل معلش برضو مهمه بالنسبه للبريفرال. احنا هو خارج انتيرو لاترال فدي اسمها الروت، او يعني خارج من البرينستم ده اسمه روت اكزيت زون، المنطقه اللي خارج منها. بيمشي في السي بي انجل يخش الانترنال اوديتوري كانال، يمشي جوه البون بتاع التمبرال بون اللي هو المنطقه اللي ليها علاقه بالانترنال اير، بيدي كذا برانش، بيدي برانشز ليها علاقه باللاكريميشن. ومعلش يعني انا براجع ده معاكم، يعني انا كلنا بننساها والله وبنتلخبط فيها كتير، بس يعني دي مش حاجه تربك لو انت مش فاكر التفاصيل دي، انا براجعها معاك. ليه علاقه بيطلع اوتونوميك فايبرز ليها علاقه باللاكريميشن، وبيطلع سنسوري فايبرز رايحه للسبيشال سنسوري فايبرز رايحه للتيست بتاعت الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج، وبيطلع جزء منه سنسوري صغير قوي كده للاكسترنال اوديتوري كانيل، وبيطلع طبعا الموتور فايبرز. فهيفرق معانا كتير في البريفرال ان يكون كل الاليمنتس بتاعت البريفرال اتخذت ولا ما اتخذتش، لان لو يعني دول مهم ان انت تبص عليهم كلينيكال، عشان ده هيحدد انت هتحتاج تصور ايه. يعني لو انت ديفينيت ان في لاكريميشن بروبلم، فانت بتتكلم في ليجن مش تقليدي او مش يوجوال، وانت محتاج تصور السكال بيس كويس. لو انت بتتكلم في لوس اوف تيست، فانت عاده بتتكلم ان في بيلز، يعني ده بيلز بولسي، ده عادي ان الجينيكلت جانجلين وما حولها احيانا ممكن ياخد معاه لوس اوف تيست، تبقى قصه راحت. لو هو سبيرنج وريكارنت فيشل وما بياخدش معاه تيست، وبياخد ممكن كمان لو بياخد فاسيكل ويسيب فاسيكل، او بياخد فايبرز ويسيب فايبرز، انت برضو محتاج تصور حاجه مثلا ليها علاقه بالباروتيد، او محتاج حاجه تصور ليها علاقه بالسكالبيس. فالاعتبارات دي برضو جزء مهم. في جزء برضو بنتعرض له في الشغل اللي هو اللي ليه علاقه بالابنورمال موفمنت بتاعت الفيس، ايا كان انا هحطهم كلهم في في في, في كاتيجوري واحد من غير تفاصيلات كتير. دول عاده يا بيبقى انترنسك ليجن، او ليجن ليه علاقه بالروت انتري زون، او جزء من مور بيرفيسيف سيستميك ديسوردر. فتبص تلاقي ان في حاجات ليها علاقه بالبيزال جانجليا، ريرلي ممكن يبقى جزء من البريفرال نيرف. وعاده لما هيطلع بريفرال عاده بيبقى الجزء بتاع الروت الروت اكزيت بتاع النيرف، واقل منه قوي الحاجات الاريتيتيف اللي بتبقى ديستال. يعني كلهم بقى المايوكيميا على الهيميفيشال سبازم على الكلام ده كله. فانت بتبقى عينك على المنطقه الانترنسك اولا، الروت اكزيت ثانيا، وبعدين تاخد بصه سريعه على البيزال جانجليا قبل، وبعدين تكمل الكورس بتاع البريفرال نيرف. ده الكلاسيفيكيشنز الاساسيه. سوبرا نيوكلير هعمل فحص برين، النيوكلير هبص على بوستير فوسا كويس، هبص على تي 2 كويس. البريفرال قصه طويله، خلينا نتعرض لها بقى مع بقيه السلايدز. الفيشال موفمنت هبص على الانترنسك والروت اكزيت. طيب ايه علامات السنترال كمان؟ ان هو الانترنسك، عفوا انا كاتب كلمه سنترال بس غلط. ايه علامات الانترنسك؟ انا اقصد بيها كلمه انترنسك اللي هو حاجه جوه البونز، انه هياخد سته معاه، هياخد بيراميدال معاه، هياخد تراجمينال سنسوري معاه، لان دول انكلوز ريليشن للنيرف والفاسيكل بتاعته وهو خارج. فبالبلدي هبص على اللي حواليه، يعني الاستراكشرز اللي هي كلوز ريليتد دي كلها ممكن تبقى متاخده. ممكن يبقى ابدوسنت يبقى 6 و7، ممكن يبقى ابدوسنت وجنب الابدوسنت زي ما انتوا عارفين الباراميديان بونتاين ريتيكولار فورميشن والميديان لوكيدينال فاسيكولس. فممكن يبقى في سندروم مشهور قوي اسمه 1 اند هاف سندروم. احيانا لما 1 اند هاف سندروم يتاخد مع فيشيال الليجن يبقى اكبر شويه، يسموه 8 اند هاف سندروم، اللي هو 7 زائد 1.5 زائد اللي هو 1 اند هاف سندروم. 1 اند هاف سندروم ده كان ليجن واخد الميديا لونيتينال فاسيكولس والنيوكليس بتاع 6، او ممكن البارابودينيوم بتاعهم ديكولر فورميشن. ريجاردلس المهم ان النيوكلياي دول كلهم قريبين من بعض، كلهم في اللور بونز بوستيرير وقريبين من الميد لاين 6 و7، والباراميديان بونتاين ريتيكولار فورميشن اللي هو المسؤول عن الهوريزونتال جيز بولسي، وطبعا الميديا اللي بين السيكلس. السباينال نيوكليس اوف تراجمينال طبعا ليها ريليشن بالمنطقه قريبه منها، جاست هي تبقى لاترال شويه بس موجوده حواليها وممكن تتاخد. والبيراميدال يعني بيبقى معانا في كل حاجه تقريبا، فطبيعي ان انت هتدور على دول. لو انت شاكك ان ده انترنسك برينستم، انت محتاج تبص على دول عشان تتاكد ان الفيشل ديمر ده مش لور موتور نيوكليير ليجن او لور موتور فاسيكولر ليجن جوه البرينستم.
البريفرنس زي ما اتفقنا ان هو في لاكريميشن، في مشاكل في التيست ولا لا، في مشاكل طبعا مع عذر كرينيال نيرف ولا لا، يعني لو واخد 7 و8 فوارد ان يكون ليجن في الانترنال اوديتوري كمان، لو واخد 7 و6 بس مش واخد بقيه حاجات تانية ممكن افكر في سندروم مشهور اسمه جرادينجو سندروم او سكال بيس اوستيومالايتس، واخد بياخد 6 وبياخد 7. فدول الكلينيكال ثينكينج بالطريقه دي. لو انا بصور، لو انا محتاج اصور البريفرال نيرف فانا محتاج اصور السكال بيس كويس، ومحتاج فحص بصبغه في الام ار اي. لو انا بصور الانترنسك محتاج فحص بقى في ديفيوجن، وفي مثلا اللي هو الام ار محتاج حاجه تبين البوستيريور فوسا كويس عشان ابص على البونز. فاحنا هنبص على الاناتوميكال لاند ماركس بتاعت الفيشل كلها على بعضها، حاجات صغيره ما هياش قصه كبيره خالص معانا. وبعدين ناخد حالات، نبص على الاناتوميكال لاند ماركس سواء بتاعت الفيشل او بتاعت النيرفز الثانيه، هنبص عليها في الكام سلايد اللي جايين ويبقى خلصنا النهارده ان شاء الله. طيب هو مكانه فين؟ السلايد اللي قدامنا ديت، احنا قدامنا على اليمين مظله كويس. عرفت منين انها مضله؟ عشان الفورس فينتريكل تقريبا خلاص كان لسه، هو اصلا خلاص هيتكون في المنطقه البوستيرير لان احنا طالعين فوق، والميدل سيربيلر بيدانكل خلصت، واللي فاضل فيها بس البوستيرير اللي هي الانفيرور سيربيلر بيدانكل. اللي فوق ديت اللي على الشمال يا جماعه الميدل سيربيلر بيدانكل اللي هي داخله بدراعه كله كده داخل جوه السيربيلم يمين وشمال، فدي منطقه البونز. السلايد اللي بعديها على طول اللي لما اول سلايد يختفي فيها الشكل دوت، هي دي البونتو ميدالر جنكشن، دي اللي هو اخر تدويره السالكس اللي تحت البونز على طول، ان البونز واخده تدويره كبيره كده، السالكس اللي تحتيها على طول هي دي البونتو ميدالر جنكشن. هو خارج بوستيرو لاترال وداخل على الكنيه على طول كويس. بمنتهى البساطه هو يعني هو ادي ده مكانه، ده مكان النيوكليس في اللي هي في السلايد اللي على الشمال هنجي لها دلوقتي، وهو خارج بوستيرو لاترال، والانترنال اوديتوري كانال سهله وواضحه يعني، بس المهم يبقى الواحد بس يعني واقف على الليفل بتاعها، فهي هتلاقيها بمنتهى الوضوح، هتلاقي فيه اكستنشن للسي سيرف سبيس بالذات في سي تي 2 داخل جوه البون. هو ده المكان بتاع الانترنال اوديتوري كانال، والنيرف ماشي هنا من باب الحسوكه يعني، نبقى زودنا برضو كلمه زياده عليه. هو داخل هنا مين الحاجات اللي داخله من الانتراكرينيال كومبارتمنت للانترنال اوديتوري كانال؟ 7 و8. طب مين في دول 7 ومين 8؟ قال لك يا سيدي 7 قدام ده 7 واللي وراه 8 اللي هو الفيستيبلو كوكلر. 7 تو كومبوننتس، واحيانا او عاده او يعني الطبيعي ان هما التو كومبوننتس دول يكونوا منفصلين عن بعض، الجزء الموتور ده اللي هو 7 بروبر، والجزء اللي فيه السنسوري واللي فيه الباراسمباثيك اسمه نيرفس انترميديس. ليه سموه انترميديس؟ لانه بيعدي في الوسط ما بين 7 وما بين 8. فاحيانا على فكره في جود ايمجنج تلاقي الثلاثه فعلا يعني ماشيين جنب بعض، زي مثلا هنا اهو باين 8 وباين 7، والاثنين في الاخر هينتهوا جوه لما يخشوا جوه الكانيلز بتاعتهم بتاعت بعض. دي النقطه رقم 1. النقطه رقم 2، الحته دي الجنكشن دي هي دي اللي اسمها الروت انتري زون. الروت انتري زون مهم ان الواحد يبص عليها، وهو لو في عيان عنده مثلا ابنورمال فيشل موفمنت، او عيان عنده اي مثلا 7 او 8 باثولوجي، مهم ان انت تبص على الدخله ديت وتتاكد انها كلير، ما فيش حاجه ضغط عليها، ما فيش حاجه عامله لها انفيشن، ما فيش حاجه فيها باثولوجي. مهم ان مثلا ما تلاقيش مثلا فيسل زي دوت ان كلوز بروكسيميتي للنيرف، فده متوقع ان يكون مثلا عامل هيميفيشال سبازم او عامل مشاكل كتير يعني. طيب ده السيسترمال بارت، وده مساره، وهو كده خلاص خرج من الانترنال اوديتوري كانال، خلص قصته جوه الانترنال جوه الانتركرينيال كومبارتمنت. ومشاكله بالنسبه لنا اناتوميكال، لو لما نيجي بقى القصه بتاعت البون، يعني القصه بتاعت البون دي مش هتكلم فيها خالص المره دي، بس ايه تبقى ده قصته اللي هو السيسترنال بارت. هو خارج منين بقى؟ هو خارج من، احنا عارفين ان في فيشل نيوكليس، والفيشل نيوكليس لسبب ما لا يعلمه الا الله بتلف حوالين 6 during development. النيوكليس الصفراء اللي هنا ديت هي دي 6، والطبيعي في 7 انه كان هنا، وانه كان superior عليها،
وبعدين راح لافف وطلع قدامها، قدام سبعه. ايه السبب او ايه الفايده حتى الفيزيولوجيكال؟ مش كلام مش باين قوي، مش مفهوم قوي، بس المهم ان ده بيحصل كويس. واللفه ديت بتسيب اندنتيشن لاند مارك مكانها جوه الفورس فينتريكل، فبيبان ان الفورس فينتريكل هنا مش ماشي زي المسطره، ده هو واخد كيرف كده صغير لو واخدين بالكم، هنا يمين وهنا شمال، او عفوا ده شمال ويمين. التدويره دي اسمها الفيشيال كوليكولس. الفيشيال كوليكولس هي المنطقه اللي هي اللي باين فيها التدويره بتاعت الفيفث نيوكليس السيفنث نيوكليس، وهي بتلف during development حوالين 6. دي لاند مارك لينا ان تقريبا ان اكيد نيوكليس 6 ونيوكليس 7 هنا كويس. واحنا عارفين برضو من الاكسبكتيشن بتاعتنا بتاعت الاناتومي انه هيخرج بوستيريو لاترال من الناحيه اللاترال عشان يخش في المنطقه بتاعت الانترنال اوديتوري كانال في السلايد اللي تحتيه. فاحنا متوقعين ان النيرف فاسيكل ماشيه كده كويس. لو فاكرين 6 6 كان خارج من هنا، فهو 6 ماشي كده. عاده الليجن اللي هياخد 6 و7 يعني بيبقى ليجن قريب من المنطقه البوستيريو ديت، فوارد ان هم ياخد الاثنين مع بعض. طبعا قدام هنا في سيريبيلر فايبرز وفي بيراميدال فايبرز، فدول سهلين ان هم يتاخدوا. يعني ليجن عاده الفاسكولار ليجن بياخد المنطقه دي على بعضها لان بيبقى السيركمفلكس برانش في ام اف كل القصه ديت مع بعضها، ويعمل اللي هو التيبيكال بقى اللي هو النيلر جوبلر او الفوزيل سيندروم او زي ما يكون يعني. طيب فين الباراميديان بوتان بارتيكولار فورميشن؟ هنا. فين الميديا لونتين الفاسيكولس؟ هنا. هما يعني في مناطق قريبه جدا 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 من نيوكليس 6، وسهل جدا زي ما ده يتاخد ده يتاخد، فبيتاخدوا مع بعض بس بمنتهى السهوله، يعملوا سبع يعني 7 زائد اوكيلر موديليتي ايا كان بقى اسمها ايه، كان اسمها جيز بولسي، اسمها فيش ازوليتد ابدوسنت، انتر نيوكليار سالموبليجيا، عيان عنده لور موتور 7، مهم ان انا ابص على الاوكيلر موديليتي معاه واتاكد انها سبيرت. طبعا مهم ان انا تشيك ان البيراميدال سبيرد، ثم بعد كده اتاكد ان 8 سبيرد عشان وهو خارج بعد كده يعني. طيب ادي القصه بتاعه الاكزيت بتاعته والسيسترنال بارت بتاعته. ده صار برده سلايد يعني مور ديتيلد، نفس اللي احنا بنتكلم برده في نفس الكلام ده، 7 نيرفس انترميديس و8 بيخش معاهم برده على فكره يا جماعه اللي هو الانتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري. ما يميز الانتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري، اهم حاجه تميزه ان النيورولوجيست بيحبوا السناير بالذات بيحبوا يسالوه في المرور، ده اهم حاجه تميزه، مش يعني مش الفيسل نفسه يعني. فهم بيحبوا يعني يسالوا فيه كتير ايه الاسكيميا اللي ممكن تعمل ديفنس، هي الانتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري. لما يعمل اسكيميا للنيرف بقى او للانترنال اير فتحصل مشاكل نظريا، ده نادرا ما بيحصل مع الانتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري سندروم، بس فريكوينتلي بيتسال. فاللي بيتسال ادي ده ايه ده اجابه السؤال، ان هو المفروض ان الهيرنج بايلاترال ريبريزنتد، فما ينفعش تاخد مثلا الكورتكس بتاعت الاير بتاعت الهيرنج وتقول ان العيان ما بقاش يسمع. فهي الحاجه الوحيده في الاسكيميا اللي ممكن تعمل دوت خلاص هي بتاعت الانتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري، وهو بيخش معاهم جوه الكانال. يعني الايكا بيبقى داخل جوه الانترنال اوديتوري الكانال وبيسبلاي البون والديورا اللي حوالين. طيب نعدي سريعا عشان نختصر الوقت. السلايد دي انا جايبها بس ايه يعني مش هتكلم في تفاصيل والله عشان ما ندوخش خالص، بس انا عايز اقول لك قد ايه الكومبلكسيتي بتاعه الكرينيال نيرف بتاعه 7 لما بيخش التمبرال بون. من غير اسامي ومن غير اي حاجه خالص، الكرينيال 7 بعد ما بيخرج، انتوا عارفين ان هو خارج يا جماعه مثلا من السي بي انجل اللي هي كمان ليفل تحت عن السلايد دي كمان، وماشي انتيرو لاترال وماشي هنا، هو بيعمل كده بيطلع لقدام وبعدين يقوم راجع لورا في البون خالص ورا خالص لحد اورك الماستويد، ويقوم نازل لتحت يطلع من البارودت. يعني ينزل لو يعني في السلايدز اللي تحت دي بقى كده هينزل واحده واحده لحد ما يطلع من البارودت. فهو واخد مسار زجزاج متعرج، الموست انتيرور فيه اللي هي الحته بتاعت الجينيكيوليت جانجليون دي، الراجل هنا مصورها هنا، مش مهم خالص الناس تبقى يعني دول حافظ اماكنهم ولا بتجيبهم ازاي، دي صعبين جدا يعني. بس هو ده الشكل اللي بقول لكم عليه، هو 7 خارج نيوكليوس خارج على الكانال جوه العظم، بيمشي بيمشي كده كده ويقوم نازل لتحت. يعني بيمشي بتو انجلز او ثري انجلز كمان، هو ليه كذا جينيو جوه البون. الكانالز كلها ضيقه، المناطق دي كلها فيري تايت، واي انفلاميشن او اي ديستراكشن في البون حواليها طبعا 7 بيروح بمنتهى السهوله يعني. طيب
احنا فور كومبريهنشن كده برضو يعني، ولو انه ملهوش دعوه بسبعه، بس لو واخدين بالكم ده طبعا فحص تي 1 كونتراست، فده الانترنال كاروتيد في السلايد اللي هي بي، ده الانترنال كاروتيد، وكل الابيض اللي حواليها ده ديورا على فينس بلكسس. دي الحته الاولانيه دي اللي هي مثلا نديها باللون الاخضر، الحته دي كده كلها دي كافيرنس ساينس. وكنا عارفين ان جنب كافيرنس ساينس كان في الكيف اللي هو ديورا الفولد بتاع خمسه، دي ده اللي اسمه ميكلز كيف، اللي ماشي فيه الجانجليون، تراجمين الجانجليون والديفيجنز الثلاثه بتوعه. ولو واخدين بالكم النيرف هنا واخد كونتراست خفيف، النيوكليس نفسها ممكن بتاخد كونتراست خفيف، وده نورمال يعني، ده ما فيهوش حاجه. الحته دي اللي هي حاجه اسمها بازل فينوس بلكسس، ودي اللي ماشي، دي اللي خرامها سته وداخل فيها، ماشي فيها انترنال يعني، ماشي فيها جوه المنطقه جوه البلكسس دي يعني، تحت الديوره، ماشي تحديدا يعني تحت السجاده بالبلد كده يعني، الديوره هو خرامها وماشي في الفين في البازلر فينوس بلكسس لحد ما يطلع في المنطقه بتاعت الكافيرنس ساينس هنا، ويتوزع مع السوبيريور اوربيتال فيشر. طيب ناخد اللي بعديها. هو عامه عيان انا عايز اصوره او انا شاكك فيه عنده 7 كرينيال نيوروباثي، وانا لسبب او لاخر عايز اتاكد، عايز اعرف ايه الباثولوجي اللي جايبه، او ما هوش ستريت فورورد بالنسبه لي، ما هوش حاجه بيراميدال عايز ابص عليها من البرين، وما هوش بيلز بولسي اللي هو الستريت فورورد. طبعا احنا روتينلي مش بنصور بيلز ما لم يكن بقى ريكرنت معاه اتيبيكال فيتشرز زي قصه اللاكريميشن زي ما بقول لكم، او معاه اذر كلينيكال نيرفز او كده. فهو اول حاجه انت تحط الكلينيكال كاتيجوري، انت هو في انهي واحد، هو سوبرا نيوكلير ولا نيوكلير او نيوكلير فاسيكولر اللي هو المنطقه بتاعه البونز، ولا في السيسترنال بارت، ولا في البريفرال بارت اللي هو النص ديستنت فيها مثلا زي البوني بارت، او البيلز بولسي، او يعني لازم تحط انت انهي كلينيكال سيندروم في دول عشان على اساسه تبتدي تحط الايمجنج موداليتي. لو انا بفكر في بريفرال سي تي، لازم سي تي، لازم سي تي سكال بون، اتاكد ان البون انتجريتي ما فيهاش ديستركشن، ما فيهاش انفلاماتوري بروسس، اكتر حاجه هتبينها مظبوط البون. لو انا بفكر في السي بي انجل، فانا محتاج تي 1 كونتراست، ومحتاج سين كاتس عشان اعرف ابص عليها. وبالذات يعني الفحص اللي هو لو انا مش قادر احط قوي هو هحتاج حاجه سكال بيس ولا لا، انت بتعمل هاي ريزولوشن ستادي، او ستادي في مكان بالبلدي كده يعني، في مكان كويس، ويبقى فحص بصبغه، وتطلب منه سين كاتس تي 1، تطلب منه تي 1 وز كونتراست يعني، سين كاتس تي 1 وز كونتراست، وتطلب منه سين كاتس تي 2. فبص على الاناتومي العادي خالص، وبعدين تبتدي تحدد اذا كنت محتاج حاجه بعديها ولا لا. طبعا في فحوصات مخصوصه، بس انت برضو مش هتعملها بشكل يعني هو لما يكون في ليجن صغير قوي، طلعت مثلا في الفحص اللي فات ان انت في ليجن صغير قوي في 7، ما انتش قادر تميز هو 7 اصلا ولا 8 ولا قصته ايه، فتبتدي تطلب اللي هو الديديكيتد بروتوكولز، اللي هو الفلاش كنا اتكلمنا عليه قبل كده، والسي اي اس اس. عامه ديديكيتد مثلا ده بيطلب فحص لوحده، ام ار اي 7 كرينيال نيرف، هو بقى وقتها هو بيبقى البروتوكول اللي موجود او نازل مع السوفت وير بتاع السكانر المتاح ليك، هو بيعرف يتصرف او يعمله. طبعا تحدد اذا كنت هتحتاج ديفيوجن ولا لا، مثلا بالنسبه للانترنسك ليجن، او بالنسبه لو في ماس ليجن سيستك بتحتاج معاها الديفيوجن. تالت حاجه، ودي حاجه مهمه قوي، انت كل التريننج اللي احنا بنتكلم فيه الفتره الشويه اللي جايين، انت هتحتاج تبص على مكان معين، انت هتحتاج تبص على المكان، لازم تبقى انت عارف انت بتبتدي تبص على المكان ده منين، لازم اللاند مارك لو انا عايز ابص على المنطقه بتاعت السي بي انجل، لازم تبقى عارف هتوصل للسي بي انجل ازاي، لازم تبقى عارف هتوصل للانترنال اوديتوري كانال ازاي، وبعديها تبتدي تابلاي التريننج اللي انت عارفه، او المكان الاناتوميك اللي انت حاط مستني فيه مكان النيرف فين، ومستني تبص عليه ازاي. طيب تعالوا نبتدي الاول بالانترنسك ليجنز. ده ميدالري ليجن، لو تقدر نسميه ده تقريبا ده ميدالري ليجن، بس هو ده تقريبا تحت الليفل بتاع الفيشر كوليكولس سنه يعني، هو يا دوب تحتيها بسنه صغيره، وده فلير اللي على اليمين، واللي على الشمال ده شوينج ديفيوجن ريستريكشن. ده عيان كان جاي بريزنتنج بسته وسبعه، وسته وسبعه في ناحيه كروز هيمتاريس، سته وسبعه، مع ان الليجن هنا باين اكتر انه مدلري، بس هو كان 6 و7 وكلينيكال يعني كان بونتو ميدلري جنكشن، ومعاه بريميدال طبعا على الناحيه الثانيه، وده عيان ستروك.
بلدي خالص. وده يمين وشمال دول اتنين عينين الماس كويس. مين في رأيكم مين اللي ممكن يجي بسبعة أكتر؟ يعني مين في دول اللي المفروض يجي بسبعة أكتر؟ اليمين ولا الشمال؟ الشمال الشمال صح. بس صح من بتاع سمير غانم صح؟ اللي عارف انت اللي هو ايه؟ صح. لا صح اللي هو الاثنين هيجوا. لا الاثنين ينفعوا بصراحة. بصراحة يعني في كلينيكال براكتس انت ممكن العيان يبقى جايب سبعة وهو ام اس وما تلاقيش ليجن اساسا. يعني انت ممكن ما تلاقيش ليجن. ممكن تلاقي ليجن قريب منه ما يبقاش تيبيكالي في مكانه. بس وات وي شود اكسبكت ان الليجن يبقى في البونتو ميدالي جنكشن اكتر قريب من المكان بتاع الروت اكزيت بتاع سبعه. عاده ده الليجن. ده الليجن بتاع الام اس. زي تراجمينال برضه. تراجمينال كان ليه برضه الروت انتري بتاعه كان ليه ريليفنس مباشر مع التراجمينال نيورالجيا اللي بتحصل مع عينين الام اس. والليجن ده بيبقى شكله relatively specific. فالعيان ده الروت هو في الروت هو هنا. العيان اللي على اليمين هشيل الماركينج تاني ونبص عليه مره تانيه. العيان الليجن هنا واللي قريب من البايا ماتر هو اللي كان ليه علاقه بالروت اكزيت اكتر بتاعه سبعه لو واخدين بالكم. التاني ده ليه علاقه بالروت اكزيت بتاعه خمسه. خمسه المفروض هيخرج من هنا. احنا لسه في الميدل سيربيلر بلانكل والمفروض ان خمسه هيطلع كروس على الاذر سايد. فاحنا مور اور ليس الاثنين ممكن يجوا بسبعه. ممكن يعني ده ممكن يجي الشمال اقرب انه يجي تراجمينال. يعني ليه؟ لانه ليه علاقه بالروت انتري بتاع تراجمينال اللي هو المفروض انه خارج من هنا وخارج من هنا. بس هو بارشال فوليوم فما بينش. يعني السلايد اللي تحت دي على طول هيبان فيها. فالليجنز اللي هنا بالنسبه لعيان الام اس ده ممكن تجيب تراجمينال تريبريزنت بتراجمينال بين. بس انا محتاج ابص لو العيان جايب فيشيال وهو عيان ام اس انا محتاج ابص عليه فين؟ محتاج ابص على يعني حلها ازاي؟ هنعمل ايه؟ هبص على اقرب الدخله بتاعت الانترنال اوديتوري كانال وهو في المنطقه المقابله ليها من البرينستم. يعني هحط عيني على الانترنال اوديتوري كانال فين؟ قصادها على طول في نفس السلايد اللي هنطلع ولا ننزل. قصادها على طول في نفس السلايد بيبقى الروت اكزيت بتاع سبعه. تعال نبص على الروت اكزيت سبعه تاني. ده ناخد السلايد اللي على الشمال الاول. ده عيان في البونتو ميدالي جنكشن. لو واخدين بالكم هي فيها ميدل سيربيلر بلانكل بس هي بتختفي تماما. يعني هي بارشال فوليوم من البونتو ميدالي جنكشن ابتدت تختفي والسلايد اللي بعديها هتبقى اوبن مضلع على طول. فده الجنكشن كويس. طبعا الشكل الانترنال اوديتري كانال ما هوش زي السي 2 وما هوش زي السي تي. بيبقى ليس يعني او بليرد اكتر شويه. بس هو الاستراكشر الوحيد اللي خارج من هنا داخل في البيتراس بون اللي هي المنطقه ديت. المثلث الاسود بيبان في الرنين دايما مثلث اسود وبيبان في السي تي في السلايد اللي على اليمين مثلث ابيض. دي اسمها البيتراس بون. دي اسمها حنفي. يعني دي او دي قهوه شهود الزور اللي قلت لكم عليه. يعني هو ايه فات دي كانت قهوه كتكوت. دي قهوه شهود الزور. ليه قهوه شهود الزور؟ عشان يعني اللاكريميشن هيروح فهم يبانوا مثلا. يعني هيبقى في افكتد لاكريميشن فهيبتدوا ايه يعني يدعوا مشاعر ما هيش موجوده. ما علينا. ادي سبعه او سبعه وثمانيه. انا مش قادر اميز الاثنين من بعض. وادي سبعه بتاع الناحيه الثانيه او ثمانيه. سبعه وثمانيه الناحيه الثانيه. والعيان ده كان ده تي وانوس كونتراست وفي فيسل بيربنديكولر واخد الكاراكتيريا اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت الفاسكولار لوب بتاعت تراجمينال خمسه. انه فيسل بيربنديكولر على الروت اكزيت بتاع تراجمينال سبعه. فده عيان كان جاي بريزنتنج بهيمي فيشيال سبازم وده ريليتد للفاسكولار لوب. وده برده كان موجود. ده سي تيوس كونتراست وبرده الفاسكولار لوب نفس الفاسكولار لوب كان موجود في العيان دوت. طيب دي بلاش بقى خلاص بلاش اخبطكم ديت. خلينا نرفع تاني. طيب دلوقتي دي السي بي انجل ريجن اللي احنا بنتكلم عليها يمين يعني طول الوقت. دي الانترنال اوديتوري كانال كويس. ودي قهوه شهود الزور. دي اللي هي ايه البيتراس بون كويس. وادي البيتراس بون الثانيه كويس. دول ده ام ار وده تي 1 وذ كونتراست. وده عيان عنده ليفت فيشل ويكنس لور اوف لور موتور نيورون تايب. طيب هو النيرف هنا فعلا ناخد طبعا انترنسك. هي مش هتبان هنا في التي 1 وذ كونتراست قوي. يعني لو طالما ما فيش ماس ليجن مش هتبان حاجه فهو كويس. بس السيسترنال بارت لوكس فاين. الفيسلز دي ما نقدرش نقول عليها ان دي هي الفيسلز بتاعت الفاسكولار لوب بتاعت السلايد اللي قبليها. ليه؟ لانها مش بيربنديكولر على النيرف. النيرف خارج كده
يبقى خارج ميديال تو لاترال، يبقى الفيسل لازم يبقى سوبيريور تو انفيريور على الـ على البربنديكولر على الـ على النيرف. هو لا، بس هو من غير اي تفاصيل لو واخدين بالكم في هايبر انتنس ليجن هنا موجود في البون، في البوني بارت اوف ذا اوف سيفن. انا بقى منطقه هو اللابرنساين بارت ولا تمبر، مش مهم، مش قضيتي خالص. بس ده لور موتور فيشيال، وادي لو وادي ليجن ليه علاقه بالكورس بتاع التراي بتاع الفيشيال. فبالنسبه لي خلاص جاستيفايد الكيس، بالنسبه لي خلصت في بوني ليجن فور فرسر ايفالويشن بقى، سواء نيوروسيرجيكال او اي ان سي، زي ما القصه تبقى بالنسبه لهم. بس انا بالنسبه لي الكيس انا حطيت لوكاليزيشن كلينيكال وطبقته وعملت له ماتشنج براديولوجيكال، وده هيطلع زي ما يطلع، مش مهم تشخيصه ايه، ومش مهم بالنسبه لي قوي مكانه فين، بس على الاقل هو في البيتراس بارت اوف ذا فيشيال اللي هو المنطقه اللي جوه العظم تحت التمبرال بون، والقصه بالنسبه لنا خلصت كده خلاص. ده اتشخص يعني بس فور كومبرهنشن، يعني هو ده اتشخص انه حاجه فاسكولار، نوع من انواع الفاسكولار مالفورميشنز، وان الماس دي جزء منها ترابيكيليشن، كالسيفايد ترابيكيليشن بين الفيسلز وبعض. طيب ناخد ليجن تاني، نبتدي بالسلايد اللي على الشمال، نبتدي على الشمال الاول. دي التيبيكال، ده الشكل الكلاسيكي بقى اللي هو لو تقارن شكل البونز او البونتوميدالر جانكشن يمين وشمال، اللي على اليمين دي البونز، اخر البونز خالص، اخر مشهد، اخر لقطه في البونت في الميدل سيربيلر بدانكل، وبعديها تختفي تماما، يبتدي يبان مشهد الايه الانفيرو سيربيلر بدانكل والاوبن ميدالر، هي الحته بتاعه اللي هي الميدالري ليفل، ويبقى احنا كده خلصنا البونز. هنا يخرج المنطقه دي هي اللي يخرج فيها بقى 7 و8 يمين وشمال. طيب هي سهله، في ونوس كونتراست، احنا شايفين ان الكورس بتاع الانترنال اوديتوري كانال دخل فيها حاجه هايبر انتنس، واضح انها ماس، وجزء منها جوه الانتراكلينال كونكافيتي، وجزء منها جوه قهوه شهود الزور. معلش ندخل الدكتور. معلش، المفروض ده دورك يا ياسر، المفروض انا ما اعملش كده. فدخل ايه؟ طيب ماشي يا سيدي. المهم خلاص، يبقى احنا الليجن، الليجن مكانه مكانه جزء منه جوه الانتراكرينيال كومبارتمنت، وجزء منه جوه العظم او جوه الانترنال اوديتوري كانال. ولو واخدين بالكم في السلايد اللي تحتيها هو نفس الكلام برضو، نفس مكررنا نفس الشكل، بس هو الليجن ليه هما قالوا ان ده 7 مش 8؟ عشان لقوا ليجن مكمل تاني جوه البون، ومكمل في جزء في برانش من البرانشز بتاعه 7. 8 ما بيخشش هنا خالص، 8 بيبقى دخل جوه البون والاند اورجان بتاعه في العظمه دي اللي هو الانترنال اير، فما بيكملش ابعد من كده، فلان هو مكمل شويه. فقالوا ان ده شوانوما اوف ذا سيفن سكرين اندر. طيب تعالى احنا بقى ايه، خلاص دي سهله، دي قصه شوانوما، وده عيان نيوروفايبروماتوزس تايب 2، قصه خلصانه بالنسبه لنا، مش قضيه خالص. بس تعال نبص بقى على الاستراكشرز اللي احنا يعني بنعيد ونزيد فيها، الاستراكشرز بتاعتنا اللي احنا عارفينها. تعالى ادي يا سيدي مثلا كاروتيد في السلايد اللي على الشمال، ادي الكاروتيد يمين وشمال، وده سبب فحص بصبغه، فادي الكافيرنس حواليه. لو واخد بالك النيكلز كيف هنا خد صبغه واتنفخ، والنيكلز كيف هنا وسع قوي، وفي ليجن هنا او في ماس هنا وفي ماس هنا، دول تو ديفيجنز من تراجيمينال. هو على فكره حتى والله التكست اللي جايب دي هو مش معلق عليها خالص، هو معلق بس على ايه، جايبه كمثال للسيفنس شوانوما. بس هو لو واخد بالك في تراجيمينال شوانوما برضو، يعني العيان ده مش بس عنده 7، ده العيان ده عنده 7 يمين، وعنده تراجيمينال على ناحيتين، عنده تراجيمينال شوانوما على ناحيتين، وده نيوروفايبروماتوزس تايب 2، وهي موجوده هنا اهو. ولو واخد بالك السواد اللي حواليه ده الكافيتي بتاع اللي هو الكنيكلز كيف، والابيض اللي هو الخارجي ده الديورا اللي خدت الكونترست، وجنبيها طب ده كافيرنا ساينس ترومبوزس مثلا، ما هي كبرت اهي كلها وبقت كبيره. لا يا حبيبي، مش كافيرنا ساينس ترومبوزس. ليه بقى؟ لان الاوتر لاير بتاعت اولا الكافيرنا ساينس كلها واخده 7، كلها هيموجينس ومفيش فيها فيلم ديفكت، والاوتر وول بتاعها كونكيف towards temporal bone، فده معناه انه كويس. بس هو اللي اتنفخ المره دي
كان الميكنز كيف. طيب عيان تاني في ده على الشمال ده T1 of contrast كويس. فده احنا برضو في اخر سلايد اخر سلايد قبل ما تبتدي البونتو ميدالي جونكشن ادي الناحيه السليمه دي فيها انترنال اوديتوري كانال وشايف فيها بارشال فوليوم كده من الفايبرز بتاعت البوث نيرفز داخلين على الانترنال اوديتوري كانال لحد بعد كده تختفي في قهوه شهود الزور. طيب وبعدين ادي الناحيه الثانيه اللي فيها الباثولوجي بقى تعالى نبص عليه بالراحه. اولا هو مش طالع من البرين ستيم ولا هو طالع من البون هو طالع يبقى ده سيسترنال ليجن يبقى ده في السي بي انجل ليجن خلاص يبقى هيخش الديفرنشال بتاع سي بي انجل حاجه سي بي انجل تيومر سي بي انجل سيست سي بي انجل انيوريزم اي حاجه زي ما يكون بس المهم ان هو سي بي انجل حاجه كويس. وادي الكورس بتاع بقيه النيرف من جواه. فمقارنه مثلا بدوت ده ليجن جوه الكنال وجوه السيسترن يعني جوه هنا وجوه هنا واخدين بالكم هو موجود في السي بي انجل وموجود في الانترنال اوديتوري كانال. الليجن ده مش كده الليجن ده جوه السي بي انجل فقط فهو هيلمت الديفرنشال يعني ده ما تنفعش تبقى شوانوم ليه لانه مش ماشي مع النيرف ده ماشي لوحده كويس. وده في فيتشر يعني بتخلص الديفرنشال خلاص تجيبه تجيبه الارض ان الليجن ده هايبر انتنسيف تي 1 هايبر انتنسيف تي 1 مفيش حاجة هايبر انتنسيف تي 1 إلا الفات والبلد في بعض الحالات. فأنت يعني دلوقتي بتتكلم يا إما ده ثرومبوز انيوريزم يا إما ده لايبوما وده أحد الديفرنشنز يا إما ده حاجة اسمها ديرمويد تيومر ديرمويد من إبيديرمويد مش مهم يعني بس المهم إن أنت حصرت الديفرنشال بتاعك في كلمتين ثلاثة هو ده خلاص ده هيطلع يا ثرومبوز انيوريزم ولو ده ثرومبوز انيوريزم الايمجنج هيجيبه والفاسكولار ايمجنج هيجيبه بس موست لايكلي ان ده هيطلع لايبوما او هيطلع درمويد حاجه فيها فيت واخده وماس ليجن موجوده في السي بي انجل من غير بس ما حد يعني ايه يتضايق. الليجن مثلا احنا نفس الكات اللي احنا فيها ديت لو واخدين بالكم دي السفينويد ساينس لو واخدين بالكم فوق السفينويد ساينس ايه الاوربت احنا خلصنا الاوربت ونزلنا للسفينويد ساينس احنا عارفين ان البوستيرور وول بتاع السفينويد ساينس اول ما يطلع على طول في اللي هي ايه قهوه كاتكوت ده اللي هي دي نورمال تيريجو بلاتاين فوسا معلش لو يعني ما حضرتش المره اللي فاتت ما تتضايقش منها قوي يعني بس دي حته الحته اللي ورا السفينويد على طول دي اللي خارج فيها تراجمين الخمسه ودي اللي تدخل يعني كل ابواب الشر تدخل كل تدخلها جوه الكرينيال كافيتي من خلال الفورامين اللي موجوده فيها ودي تاتي 1 ولو واخدين بالكم ان التريجو بلاتاين فوسا دي لونها ابيض ليه لانها مليانه فات فالفات سيجنال از هيلثي ساين للتريجو بلاتاين فوسا ما علينا اللي بعده دي بقى اللي هي ساين مشهوره قوي اشهر حاجه مشهور اشهر حاجه في السي بي انجل تيومرز هي اللي هي التراجمينال او عفوا الاكوستيك شوانوم الاكوستيك شوانوم تطلع من الاكوستيك نيرف كويس جوه الانترنال اوديتوري كانال والمسافه المكان الاوسع ليها انها تنتشر فيها جوه الانتراكرينال كافيتي فتعمل حاجه اسمها ايس كريم كون ابيرنس تبقى دوت البسكوت كويس وده البوله بتاعت الايس كريم ايس كريم كون ابيرنس از ا كلاسيك ده الكلاسيك بتاع الترجم اللي هي الفيستيبولار شوانوما ودي اشهر حاجه موجوده هنا مش اكتر حاجه يمكن بس اشهر حاجه يعني مشهوره قوي وبتتكرر كتير قوي ده برضو ده شكلها في التي 2 واكسبنسيف ليجن وماس وضغطه على السي بي انجل واخدين بالكم عامله اندنتيشن للبونز والسيربيلم بس في مسافه بينهم في سي سيف سبيس في الوسط ما بين دول الفيسل ده اتزق يعني ما تتكلش تزق بس تزق بس و يعني هنزاد سول تعال نبص برضو ادي ادي الكافيرنس ساينس ده الكاروتيد يمين وشمال وادي اللاترال وول بتاع الكاروتيد بتاع الكافيرنس ساينس ان ده فحص بصبغه فهي واخده هيموجينس انهانسمنت لو واخدين بالكم مش مبطش مش واخده حته وسايبه حته هو كله على بعضه فده معناه انها يعني هيلثي لوكينج ساينس يمين وشمال وادي ميكنز كيف ده الديوره بتاعته اللي بيض وده الكونتنت بتاعته اللي هي اللي فيه المفروض ان فيه الجانجليون تراجمينال جانجليون والديفيجنز بتاعه التراجمينال وادي الهيلثي رايت عفوا ليفت ليفت فيشل او ليفت انترنال اوديتوري كانال
القهوه بتاعتنا دي المنطقه السواد على بعضه ده كله من غير تفاصيل، اللي باين انه سواد بس دي بتاعت اللي هي بتاعت البيترا سبون بتاعت التمبرالوب. الحته دي طبعا لما تيجي تعملها بقى سي تي يبان لك تفاصيل كل حاجه، الريدج الفلانيه والكريست الفلاني والمش عارف ايه، كل الكلام ده بيبان في السي تي، مش احنا مالناش دعوه. ودي البري بونتاين سيستم لو فاكرين، البري بونتاين سيستم دي هي دي اللي بيطلع فيها السته، اللي هو يطلع يا دوب يا دوب يطلع من هنا ويقوم خارم المنطقه ديت اللي هي اسمها بازل فينوس بلكسس ويمشي جواها. لو واخدين بالكم الفيلينج ديفكتس الصغيره ديت واحد منهم هو سته، واحد من يعني سته ما بياخدش صبغه في وسط الفينوس كوميونيكيشنز اللي موجوده هنا ديت اللي تحت الديور، فهو بيبان كواحده من دول، يعني هو المفروض ان حاجه من دول اللي هو سته يمين وشمال. طيب طيب برضو برضو يعني بس احنا فور 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 فيجوال تريننج، يعني ده الصغير ده ايه؟ ده فيسل، عاده فيسل يعني هيطلع ارتيريال يطلع فينس مش قضيه قوي، بس يعني بس ده فيسل ونورمال شود بي نورمال يعني مش ما فيهوش حاجه، ده برضو ده الفيلنج ديفكت ده او السيجنال فويد بتاع السي 2 ده بتاع فيسل. نبتدي من السلايد اللي على الشمال، ده عيان حلو قوي، ده عيان يا سيدي عنده لايم ديزيز كويس، وعنده بايلاترال فيشيال وعنده عنده بولينيوريتس كرينيالس، يعني هو كان جايب بولينيوريتس كرينيالس. انا جايب ده بس كمثال نبص عليه شكل السكند كرينيال نيرفز، يعني هتبان شكلها عامل ازاي يعني ان كومباريزون لهيلثي لوكينج كرينيال نيرف، لان انت بطبيعي بدم بتبص بعينك على النيرف محتاج تبقى تميز برضو الشكل الطبيعي بتاعه بحيث ان لو ما يبقى منفوخ ما تبقاش، يعني لو هو المشكله بتاعته انه تغير حجمه دي تبقى انت عارفها من انك شفت النورمال كتير يعني. فعامه ادي ناخد السلايد اللي على الشمال الاول، تعال نشوف احنا هنا في الميدل سيربيلر بلانكل، هنا في انترنال اوديتوري كانال، يبقى احنا في اخرها خالص في اخر الميدل سيربيلر بلانكل. السبعه هو لحد هنا ما فيهوش مشكله خالص، هو خد انهانسمنت جوه وهو قاعد بيشرب شاي جوه قهوه شهود الزور، انا اسف لو بقلش بس يعني ايه ادينا ايه يعني احنا بالليل وخلاص دماغنا يعني فوتت فمش مشكله يعني. فده سبعه، سبعه هو وهو بياخد الزجزاج بتاعه لو واخدين بالك، هو داخل هنا وبعدين هيعمل كده يعمل كده ويقوم نازل تحت السايلو ماستويد فورامن. دي الجينيكيوليت جانجليون، ودي وده اولا حجما ده اكبر من حجم الطبيعي بتاع سبعه، واخد صبغه باتشي باينه اكتر على الناحيه الشمال، في زيه على اليمين بس لوحده لو انا شفت دي اللي على اليمين ديت يعني ما اقدرش اقول ان ده حاجه ابنورمال قوي يعني، بس هو بقيت مور كونفيدنت بقى لان ده هو غالبا متاخد هنا. دي المنطقه بتاعت اللي هي اللي زي ما اتفقنا اللي هي كافيرنس بكاروتد بميكلز كيف، كافيرنس كاروتد وده ميكلز كيف، ودي البري بونتاين سيسترن بتاعت سي اس اف، ودي البازلر فينوس بلكسس، وايه بقيه الدنيا شكلها كويس. تعال نشوف بقيه النيرفز بتاعت العيان. ادي يا سيدي تراجمينال، ادي الرايت تراجمينال لو واخدين بالكم، هو خارج من البوستيريور لاترال اسبكت، احنا طلعنا خطوه لفوق يعني دي اللور ميدل سيربيلر بلانكل عشان بعديها على طول ابتدى يبان الانترنال اوديتوري كانال، فده معناه ان انا في اخرها خالص. الليفل اللي بعديه احنا في الميدل سيربيلر بلانكل بروبر بقى، لان احنا يعني طلعنا شويه لفوق والانترنال اوديتوري كانال طبعا خلصت هي موجوده تحتنا. النيرف وهو خارج من هنا اولا مفيش انترنسك ليجن، يعني هو مفيش ليجن دخل هنا ومكمل خارج لبره، لان ده ممكن يحصل مع انفكشنز او ممكن يحصل مع انفلتريشنتيف باثولوجيز زي الليمفوما مثلا او زي اللوكيميا، فعامه ده مش موجود. وكذلك برضه هو نيرف بس ما هوش نيرف بالبايماتر اللي مغطيه السيرفس بتاع البونز، فهو خارج. انا عرفت منين انه تراجمينال؟ اولا ده مكانه، ده احنا في الميدل سيربيرال بيدانكل، ثانيا هو ستراكشر خارج من الميدل من البوستيرور كرينيال فوسا للميدل كرينيال فوسا داخل عند الميكلز كيف وسايب الكافيرن ساينس، يبقى هو داخل هنا. ده تيبيكال انفليمد وانلارجد تراجمينال تراجمينال سيجمنت او بارت تراجمينال بارت ده السيسترنال بارت بتاعه. طب قبل الجانجليون ولا بعد الجانجليون؟ ديفينتلي هو قبل الجانجليون، لان الجانجليون لسه في ميكلز كيف، ده هو لسه هيخش
على المنطقة بتاعت ميشيلز كيف. طب فين التراجمنا للشمال؟ مش باين. ليه مش باين؟ لأنه نورمال. التاني ده لما كبر خد مساحة أكبر، خد حجم أكبر في الإيميجينج، فبقى سهل إنه يتشاف. عادة النيرفز على اختلاف أنت بتصور فين ولا بتعمل أي أشعة ولا بتاع، هو بيرلي فيزيبل. لما يبقى كليرلي فيزيبل شك إنه أبنورمال نيرف. يعني الطبيعي في النيرف إن أنت تمقع عينك عشان تشوفه. لو أنت شايفه بوضوح بشكل لا يخطأ يبقى ده النيرف ده سيكند وإنفلامد. مثلا نص الناحية الشمال هو should be here، يعني يمين شمال ممكن هو فرق سلايد، فرق partial volume، يعني السلايد اللي تحتيها بس العين هيبتدي يبان، بس هو حتى السلايد اللي تحتيها هي بانت برضو الناحية اللي هي في السلايد التوب رايت مبينة برضو الرايت trigeminal، وهو هيكمل يخش على الميدل كرينيال فوسا من خلال النيكلز كيف، والناحية التانية اهو بس هو نورمال مفهوش حاجة. كويس. طيب وده شكله ده شكله السايد دي مقلوبه، معلش عفوا، هو ده الاكبر وده الاصغر، بس انا معلش انا وانا بقلب البتاع مني يعني. فبس هما الاثنين سكند، هو بان في الكورونال كاتس، وبان ان ناحيه اكتر من الثانيه، بس السلايد دي عفوا دي ريفرسد، يعني ما هياش المظبوط. طيب وده تعالى برضو قبل ما اقول ده ايه، تعالى ادي احنا في اعلى البونز خالص قبل ما تبتدي الميدل سيربيرال بلانكل تبان، واخر الميد برين يعني الانفيرور بارت اوف ذا ميد برين، ان هو كان اخر البلانكلز ابتدت تختفي، وفي انهانسنج نيرف هنا يمين وشمال، فهو طبيعي انه خارج من الانتر بلانكلر فوسه اللي هو في السلايد اللي فوقيها سنه، الانتر بلانكلر فوسه وماشي داونورد اوتورد اند لاترال، اللي هو ده ثيرد اوكيلوم، ده الاوكيلو موتور، وده برده في نفس العين، وده سيكند اوكيلو موتور نيرف. ا كليرلي فيزيبل نيرف از ا سيكند انفلامد او سيكند باثولوجيكال نيرف. طيب ده ماس ليجن، احنا خلاص بنخلص لو زهقتوا. احنا ده ماس ليجن ما فيهاش كلام، سي بي انجل برده ما فيهاش كلام. ادي نبتدي مثلا بالتوب رايت سلايد بي، قهوة شهود الزور اهي، وادي الماس كبيرة جدا وزقة، واضح انها زقة البونز مش خارجة من البونز. ال CSF space obliterated، يعني قفل هنا في كليفل مارجن بسيط خالص، باين لي هنا احيانا مرة يبان ومرة لا، اللي هو السواد ده CSF، اللي هي الحتة الصغيرة دي CSF، ده كليفل مارجن، وده بقيت البري بونتاين سيسترن والسي بي انجل سيسترن، وواضح ان حصل ده ماس افكت، فزق السيربيلم، زق الميدل سيربيلر كلانكل، البونز نفسها ابتدت بدل ما هي في الميد لاين ابتدت تتزق للناحيه الشمال. طيب ده خلاص ماس ليجن سي بي انجل كونتراست انهانسد ماس ليجن، هو انهي واحد فيهم؟ هل ده ينفع تراجمينال شونوما؟ لا. ليه؟ عشان مش واخد الايس كريم كون فيجر، يعني هو مش خارج من نيرف، ده هو واخد وايد ديورال اتاتشمنت، بل اهم ما يميزه ان هو واخد بوردر، ليه بوردر قوي جدا وان ريليشن قويه جدا مع الديورا هنا، فده مننجيوم، لان ده ليه علاقه بالمننجيز اكتر. فهو سي بي انجل ليجنز عاده بتحكم عليها اولا من هي طالعه منين، او الكورس بتاعها جاي منين. فلو خارج من الانترنال اوديتوري كانال، فهو ما فيش في الانترنال اوديتوري كانال الا 7 و8، فهيطلع من واحد منهم. لو هو كليه جوه السي جوه السي بي انجل، فتبتدي تبص بقى هو فيسل ولا دي ولا منينجيز ولا فات، زي اللي هو واخد سيجنال فات زي الليبوما مثلا او الديرمويد. طيب ده ماس ليجن، انا خلاص بخلص والله يعني، بس معلش انا بقى ايه، يعني انا بطيء عمدا يعني، عشان برضو المنطقه دي ما بنقراش فيها كتير او بنفتحش فيها كتير. طيب هنا في اكسترا اكزيال ماس ليجن سيسترنال، يعني في سي بي انجل، ملهاش علاقه بالقهوه بتاعت شهور الزور، وملهاش علاقه بالستراكشر بتاع الانترنسك تيشو بتاع البرين ستيم. الـ T2 باين ان الليجن ده واخد سيجنال زي CSF، وبعدين السيجنال دي لو واخدين بالكم سبريست مع الفلير، فده معناه ان اللي جوه ده فلويد كويس، فدي ودي ليها اوت وول كويسه، فاحنا دي نسميها سيست، سيست يعني جواها فلويد وليها اوتر وول،
وملهاش اتاتشمنت، مش شايف لها اتاتشمنت دلوقتي لا بنيرف ولا بفيسل ولا يعني ممكن يبقى انيوريزم، ممكن ثرومبوز بارشال ثرومبوز انيوريزم بالذات، بس لو ما يبقى فيه سيجنال فويد قويه. هو اللي باين لي هنا في الهايبو انتنسيتي هي الوول اكتر منها حاجه ليها علاقه بالسيجنال فويد زي السيجنال اللي موجوده في البازلر الهيلثي ده. فهي شكلها اسيست وجزء منها فيلد وذ سي اس اف. اول ما تبقى اسيست، اول ما تلاقي اسيست لازم ديفيوجن. اي سيست في البرين لازم معاها ديفيوجن. ليه؟ لان في تنقسم السيست لقسمين، سيست وذ ديفيوجن ريستريكشن زي الحاجات اللي فيها فات، حاجات اللي فيها باس، الحاجات احيانا بعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها مثلا هيموريدج، اللي فيها نكروزس، الحاجات دي كلها ممكن تعمل سورت اوف ديفيوجن ريستريكشن. الحاجات اللي فيها سي اس اف فقط ما بيبقاش فيها ديفيوجن ريستريكشن زي الابيدرمويد سيست، ودي اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها. ادي او عفوا يعني زي الابيدرمويد سيست دي ما بيبقاش فيها، بيبقى فيها فات كونتنت كوليسترول وكده، ما بيبقاش فيها يعني، فبتبان از ديفيوجن ريستريكشن لما تعمل لها فيلم ديفيوجن. هو ده نفس العيان ده تي 1 ما بانش فيها حاجه، فده ما هوش فيت يعني، او ما هوش بلد، بس ده كوليسترول كونتنت وفور سام ريزون بيحصل له ديفيوجن ريستريكشن. ما بيبقاش مفهوم علميا ليه يعني، بس عامه هو شوز ماركت ديفيوجن ريستريكشن لما تصوره في الديفيوجن ويت ايمج. فالليجنز اللي موجوده في سي بي انجل لازم تعمل لها ديفيوجن، عشان السيستك ليجنز بينهم محتاج ان انت تفرق اذا كان ده بياخد يعني ريستريكتد في الديفيوجن ولا لا. طيب وادي شكل من اشكال، ادي الفاسكولار ليجنز زي ما بقول لكم، ده خلاص ده حفظناها بقى، ده سي بي انجل ليجن، ده البيتراس بون، وادي البيتراس بون على الناحيه الثانيه، وده البونتوميدال جنكشن، ده بازلر، دي اللي هي دي اللي زي هنا يعني، دي بدايه الانفيرور سيربيلر بلانكل واخر والميدل سيربيلر بلانكل خلصت فوق. في نوصف اكسترا اكزيل سيسترنال وسبيس اوكيباينج ولي اوتر وول كويسه وهايبو انتنس في التي 2 بل يكاد يكون واخد سيجنال فويد بشكل او باخر. ده فاسكولار ده ثرومبوز انيوريزم في الفيرتيبرو بازل كومبريسنج كومبريسنج 7 هنا عيني، بس طبعا اتزاح عنيفه يعني. طيب وده برده فاسكولار مالفورميشن. التي 2 السيجنال فويدز اللي هنا ديت واللي حاجه ليها وول وليها سيجنال فويد انترنالي، وزي طبعا الشكل ده يعني خلاص ده انستيكل، ده ارتيري فينوس مالفورميشن على السي بي انجل ليفل، وكلهم انترنسك كلهم يعني جوه، عفوا جوه الانتراكرينيال كومبارتمنت. وبس انا خلصت، انا طولت عليكم شويه بس يعني.